مشاهدينا الكرام، الان الاستاذه زين بخيار كتشوف الاخ ديالي غادي تشوف خوها مده 37 سنه. كي داير رجيلتك اخويا؟ سعيد، الوالد ديالك في شهر جوج توفى، خلى لك امور كبير، انت عارف شنو خلى لك باك؟ لا ما عرفتش شنو خلى باك. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا الموضوع ديال الملكة اللي كتقلب على الأخ ديالها حوالي 37 سنة. مشاهدينا الكرام، كما وعدناكم نتواجد الآن بعيد المكان أستاذة زين بخيار، محامية بهيئة الدار البيضاء، كتقوم بالواجب والإطار القانوني بطبيعة الحال اللي كيخولوا لها القانون. غادي نشوف الإحساس ديال الملكة على بعد دقائق، أنها غتشوف خوها اللي ما شافتوش سنين طوال. ملكة، أنت مقبلة أنك تدخلي أستاذة ديال الإجراءات كتقوم بهم الآن وتخرج لك الأخ ديالك، كيفاش إحساسك في الموضوع؟ إيوا اش كنقول، اش غنقول لك، هادي سنين وأنا كنتسنى هادشي، بغيت نشوف هاد خويا، نشوفو كي ولا، كي داير، كيفاش كيعيش. عييت ما نتصور كيفاش كيعيش، ولكن من الأفضل أنني نشوفو ديريكت إن شاء الله. الأستاذة الآن كتقوم بالإجراءات وأنتي بين نارين، كيفاش غادي تلقي خوك؟ كنتسنى انا على كما كيقولوا، راني اكثر من على نارين، بغيت غير نشوفه باش نقدر نشوفه كي داير، باش نقدروا نتكلفوا به، باش غير يطفى هذا الشيء اللي عندي عليه، غير يطفى شي شويه، حيت انا عارفه كيفاش غيكون هذا الاخ، غيكون موسخ، غيكون مريض، غيكون حفيان، غيكون عريان، غيكون بزاف تاع الحوايج. انت قلتي كلام كبير، سمعوه تبعوه المغاربه، قلتي نسمح في فرنسا، في التقاعد، في العالم، وليداتي كبروا، المهم عندي هو سعيد. يدفني ولا ندفنه، هذا كلامك؟ غادي نسمح في فرنسا، غادي ندير الاجراءات باش غنسمح في فرنسا، وغادي نجي عند خويا نتكلف به، عند خويا عنده تربه باش يكون عنده خدام في النهار وخدام في العشيه، غادي نسمح في فرنسا وغادي. انا عارفه بانني غادي نلقاه اكثر من كنت كنتصور غنلقاه عريان جيعان. مشاهدينا الكرام، الان الاستاذه زين بخيار كتشوف الاخ ديالي غادي تشوف خوها مده 37 سنه. مشاهدينا الكرام، اصعب مرحله صراحه. كيفاش بقيتي خويا؟ عرفتي انا قالوا لي راك في الصحه وكتداوى انت هنا خويا. كي داير؟ كي داير رجيلاتك اخويا؟ لاباس بارك الله. كي داير يديك؟ لاباس بارك الله. كي داير رجيلتك اخويا؟ لاباس الحمد لله. كي داير رجيلتك؟ لا 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 حاشاك. مالك اخويا في رجليك؟ مالك؟ ها؟ مالك اخويا؟ انا راه عييت ما تنقدرش لا نبكي لا ندير حتى شي حاجه. كيفاش داير اخويا؟ مال هاد الرجيله اخويا عندك؟ مالها؟ ها؟ مالها؟ ها؟ واش انت اخويا هكا وانت عندك الملايين اخويا وانت عايش هنا يا اخويا وعايش في هاد الحاله؟ ها؟ ها؟ وانت واحد من خوتي ما قدر يخرجك، ما قدر يداويك، ما قدر يتكلف بيك، ما قدروا يخرجوك. ها؟ لا نمشي، راه تلفوني ونمشي. إذا كان ممكن نشوف معاه سؤال سعيد على سلامتك. الله يسلمك وينجيك اخي. وهاد اختك هادي شحال من عام شتيها؟ بزاف. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا اللقاء، اختي شفتي خوك؟ عندي ظروفي وكنكبر ولادي بوحديتي والعذاب. 10 سنين ما جيتش، عاوتاني 7 سنين ما جيتش، وملي كنجي غير سيمانه. استحقت العلاج، استحقت كل حاجه. عندك رزقك اخويا، ما كنتش كنصعب غنلقاك بحال هكا. هاد السؤال اللي قلتي لي ديال الورث اللي عنده، ولا غنشوف معاه؟ مشاهدين الكرام، الا سمحتي لي سعيد، اختك كتقول لك راه الوالد ديالك ملي توفى خلى لكم ورث كبير، فلوس كثيره، الملاير، هادشي انت عارف ولا ما عارف؟ لا ما عرفتش شنو خلى في الورث ديالنا. مشاهدينا الكرام، حتى لا اطيل، اختي على سلامتك في الاخ ديالك، انت دابا غتهتم به بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، كما وعدناكم في الفيديو السابق، 37 سنه ما شفتش الاخ ديالها، واخيرا اللقاء تم بين ملكه والاخ ديالها. لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع، الفيديو المقبل غادي نتناوله مع الاستاذه زين بخيار، محاميه بهيئه الدار البيضاء، اللي غنشوفوا معها الاطار القانوني كيفاش تبعت هذه المسطره. وكذلك استاذه زينب قالت لي هذه القصه فيها امور صادمه. مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا.